السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام مرحبا بكم معنا على قناة منوعات مطبخ رميثاء لما شاء الله لكم بواحد الوصفة اللي كتجي روعة في شكل ديالها والمذاق تا هو الروعة اليوم نحضر معكم واحد تورتة باردة بدون فرن بأربع طبقات زائد كلاصاج لامع كذلك الجديد هاد الكلاساج كنصحكم تجربوا هاد التورطه حيت كتجي وما تندموش الا جربتوها واي واحد يقدر يجربها حتى تستاهل في طريقه التحضير ديالها وقبل ما نبداو الفيديو كنتمنى انكم تضغطوا على زر اللايك تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ان شاء الله وما تنساوش تفعلوا زر الاشعارات باش يوصلكم الجديد والتعليقات وندوس دابا المكونات كنتمنى لكم فرجه ممتعه بالنسبة للطبقة الأولى فكنحتاجو جوج ديال دانيت شوكولا من وزن خمسة وتمانون غرام وكنحتاجو واحد مية غرام ديال البسكوي أنا استعملت هاد النوعية هادي وصافي دابا كنمر من طريقة التحضير كنجيب واحد الإناء في هاد الإناء كنوضعو البسكوي ديالنا بهاد الشكل وكان نطحنوه مزيان بالنسبه للقوام ديالو فهو خصو يكون على هاد القوام هذا كنجيبوا دابا واحد سباتولا باش نتاكدوا انه اه القوام ديالو مهرمش مزيان ما هو اه غبره او لا بودره ما هو مهرمش كنجيبوا دابا كنحطوا دانيت الشوكولا ديالنا يعني ما كتشاهدوا بديت كنفتح دانيت الشوكولا وهن فوق ديك البسكويت فبالنسبه لمية 100 غرام فهي كتحتاج غير علبه وربع ديال دانيت شوكولا كيف ما كتشاهدو بديت حطيت ديك دانيت شوكولا حطيت واحد الربع اخر كيف ما كتلاحظوا معنا دابا نبداو نجمعوا البسكويت مع دانيت شوكولا حتى كيحصل على واحد القوام حل العجينه المهم حتى تحصل على هذا القوام كيف ما كتلاحظوا معنا في الصوره صافي دابا كنحيدو على جنب وكنجيو باش نحطه في القاع ديال المول ديالنا فبالنسبه للمكونات ديال هاد الطبقه هادي فكنحتاجو هنايا نصف لتر ديال الحليب البارد ما يعادل 500 مليلتر كنحتاجو واحد ديال الموز فيه 2.5 غرام كنحتاجو ثلاثة ديال المعالق ديال السكر حتى جوج ديال المعالق كنحتاجو ملعقه ونصف ديال نشا اي المايزينا كنمرو طريقه التحضير ديك الكاسرول اللي فيها نصف لتر ديال الحليب كنضيفو المكونات واللي هما النشا والسكر وكنخلطو مزيان وكنضيفو الفلون ديال الموز وكنوضعو فوق النار حتى كيبداو يغليو صافي هنايا من بعد ما غلاو مزيان كنجيبو المول ديالنا اللي فيه الطبقه الاولى ديال البسكوي مع دانيت شوكولا كنعوضو بهذا الشكل هذا صافي كنصبوا الخليط ديالنا ديال الفلو فوق هاد الطبقه هادي كنصبوا الخليط كامل طبعا جميع الكميه اللي عندنا في الكاسرون وصافي بعد ما كنصبوه بهاد الطريقه هادي كندخلو للثلاجه المهم حتى يبرد من ربع ساعه حتى نص ساعه وندوزو دابا باش نحضروا الطبقه الثانيه هنا كيف ما كتشاهدوا معنا الطبقه الثانيه كنحتاج نصف لتر ديال الحليب واحد الفلون ديال الشوكولا ما يعادل في ستة غرام كنحتاج جوج ملاعق ديال النشا وجوج ملاعق ديال السكر الخشن نمروا دابا طريقة التحضير في واحد الكاسرون اللي فيه 500 ملل ديال الحليب كنضيفوا عليه السكر الخشن وكنضيفوا عليه ايضا المايزينا كيف ما كتشاهدوا معنا وكنضيفوا الفلو وصافي كنبقاو نخلطوا مزيان وكنوضعوه فوق النار حتى كيبدا يغلي ويعقد وصافي دابا ملي غلا مزيان غنضيف الشوكولا بالنسبه للشوكولا فهي عاديه غير نسيت ما ذكرت لكمش مكونات، المهم 80 غرام ديال الشوكولا كنصبوها فوق هذا الخليط هذا وصافي كنبقاو نخلطو مزيان حتى كذوب الشوكولا مع الخليط خرجنا الطبقه ديالنا اولا التورته ديالنا ودابا كنضيفوا عليها الخليط ديال الشوكولا بهاد الشكل هذا وكان كندخلوه للثلاجه حتى كيبرد مزيان بالنسبه للطبقه الثانيه كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب جوج ديال المعالق ديال السكر الخشن، واحد العلبه ديال فلون غابيل وجوج ديال المعالق ديال مايزينا كندوزو لب طريقه التحضير في واحد الكاسرول ديالنا كنوضعوا السكر الخشن وكنوضعوا فوق منه لا مايزينا كما كتشاهدوا معنا كنضيفوا ايضا الفلون ديال الكراميل وكنبقاو نخلطوا مزيان وكنوضعوا فوق النار حتى كيبداو يغلاو دابا خرجنا التورته ديالنا من الثلاجه صافي دابا كنطفيو على الكاسرول دي ديالنا الغاز اولا النار وكنوضعوه فوق التورته ديالنا وصافي كندخلوه للثلاجه حتى كيبرد مزيان غوش حضروا كلاصاج بالنسبه للكلاصاج كنحتاجوا هنايا شوكولا غبره كنحتاجوا واحد الياغورت طبيعي كنحتاجوا ايضا 8 غرام ديال الشوكولا كنحتاجوا جوج ديال معالق ديال السكر نصف كاس ديال الماء ونصف كاس ديال الزيت مورا نحضر باش نحضروا الكلاصاج أه اولا طريقه التحضير فبسم الله على بركه الله البرد من طريقه التحضير في واحد الكاسرول كنوضعوا السكر تقريبا ملعقه كنضيفوا عليها الزيت نصف كاس ديال الزيت كنضيفوا نصف كاس ديال الماء الدافئ ضروري يكون في ما يكونش يسخن بزاف كبقاو نخلطوا المكونات بعد الشكل هذا بعدها كنضيفوا عليها الكاكاو وصافي كم ايضا الياغورت ديالنا كنبقاو نخلطوا المكونات مزيان نوضعهم على النار هنا من بعد ما وضعناهم على النار كنضيفوا عليهم الشوكولا وكنبقاو نخلطوا حتى كذوب لنا الشوكولا وكنمرو باش نصبوا الكلاصاج ديالنا فوق التورته هنا من بعد ما خرجنا التورته ديالنا كنصبوا فوق منها هذا الكلاصاج هذا وكندخلوه للثلاجه من نعم بعد ما خرجنا من الثلاجه وزينا بالنسبه للتزيين فكيبقى على حسب الذوق هذا هو الشكل النهائي ديالو انا هنايا خليته ليله كامله في الثلاجه من الاحسن وصباح زينته بهذا الشكل هذا هذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا شوف كيفاش كتجي من الداخل كتجي روعه والكلاصاج ديالها لامع بهذا الشكل كيف ما كتشاهدو هنا كما ما كتلاحظوا معنا بدينا كنقطعوا التورته ديالنا باش تشوفوها كيفاش عامله من الداخل هذا هو الشكل ديالها كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تضغطوا على زر لايك تشتركوا في القناه اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوناش من الاعجابات وتكسبون لنا ديالكم والاراء ديالكم في التعليق والسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله دمتم في رعاية الله ونخليكم دابا مع الصور ديال <applause>